يمسي لي على عبد وائل. والاستاذ عبد وائل، استاذ عبد وائل بيقول لك كسومك. والله؟ طب وبعد ما قال لي كسومني يا ابن المتناكة، عبد وائل انت قاعد على صبره ولا قاعد على رجله؟ قول لنا يا كسومك انت قاعد على انهي حته في عمرو وائل؟ صفيت رد يا كسومك يا ابن المره المتناكة، عمرو وائل ده ميعادك على صبره ولا ميعادك على ركبته يا كسومك؟ قاعد فين يا ابن المتناكة؟ قول ما تتكسفش، قول يا ابن المتناكة، قول يا ابن الدعيره، قول يا ابن العاهره، قول يا خال مرة شرموطة. صحيح خلي عمرو وائل يعني يا ابن المتناكة، انا فكرتك انثى يا ابن المتناكة، طلعت خول بوخس. صوتك بس صوتك ناعم يا قلبي. عارف لو مفيش ناس حواليا كنت عملت شركن اوف عليك يا ابن المتناكة. عارف شركن اوف ده بتاع ايه يا ابو امك؟ قول لامك وهتقول لك يا خول يا ابن الشرموطة. شكلك انت عامل الو مراتك شرموطة. مراتي انا اللي شرموطة؟ يعني انت يا كسومك جاي تنشر الخوف بين الناس يا ابن دين الكلب يا ملحد يا ابن المتناكة، وتقول لي انا كنت خايف ومحتقر نفسي من الخوف؟ لا يا كسومك، لا يا ابن دين الكلب يا خول يا معرس يا ابن المتناكة. يعني خليك شجاع كده يا كسومك وقول انا بعيد السيسي وطالع اخوفكم واقول لكم ان الشعب المصري خايف ينزل. ماشي يا كسومك، يلا يا ابن دين الكلب يا ملحد. الو الو، ادخله في كسومك. اوه يا ابن المتنكوه، تعال بص فيه. اوه معانا مين يا استاذ؟ الو احو. الو اهلا وسهلا. اوه الو احا، هو في حاجه عندكم مشكله؟ ده انتوا عالم. حضرتك ليه انت ليه ابن شرموطه؟ انا ابن شرموطة عشان عليك في قصة امك بس. يعني انت بتقول عليا ابن شرموطة لانك بتغير مني، يعني انا بنيك امك وانت لا. الو يا ولاد المتنكو، رسالتي لشعب تونس اللي هيضيع نفسه زي ما الشعب المصري ضيع نفسه، زي ما مراتك الشرموطة ضيعت نفسها برضه يا ابن المتناك. مرات السيسي؟ طب انت بتجيب سيره مرات السيسي ليه؟ بتجيب سيره امك ليه يا قصة امك؟ بتجيب سيرتها ليه يا ابن المتناك؟ امك تونسيه يا دي يا ابن الامه، امك مصريه من كفر البطيخ يا ابن المتناك. بتجيب سيره امك ليه يا ابن المتناك؟ الو اهلا. عارف انا لو عتبت فيك هطرطر على رايتك. والله هطرطر على والله هتعرف يا دي يا ابن المتناك، انت مولود بخرمين يا قص امك يا ابن المرم متلت بزاز يا خاول يا شرموط. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. انا اول مره اشوف عيل هطرطر على رايتك انا يا قص امك؟ مش لما يطلع لك بلبول يا ابن المتناك، ده انت امك والدك يا جدعان. انت مولود مش انت هلا اللي قبل منك، انت مولود بخرمين يا ابن المتناك، خرمين يا خاول. خلاص والله. طب يا ماشي خلاص، اغسل طيزك قبل ما اجيلك، مش اللي راح انا اعبيك انا بدل السيسي مانيكا كانيكا كان. يلا اغسل طيزك يا خاول. اللي بعده خلاص يا خاول يا متناك. اللي بعد اللي جاب انت متناك دخلت تقول خلاص لمين يا ابن المتناك؟ لا ده انا عندي ابن ذكر يا ابن الشرموطه، لو شفته مش هتسلخ خالص يا قصومه. انا مين من مناكيح الملك سلمان؟ ما انا مين ممكن اسم المنكوح؟ وعليكم وعليكم السلام يا منكوح، اسمك ايه يا هلا؟ اسألك طيب؟ يا هلا اسمك ايه يا هلا يا منكوح يا ابن المنكوح؟ احبك والله يا استاذ بهجت، وانا بموت فيك يا خول، اسمك ايه؟ احب امسي على زياد السندوله وهشام الزرافه. الزرافه ابو راس بنغال كل دول بنغال. قسمك قسمك يا منكوح، اسمك ايه يا هلا؟ ولا اول مره اتنكت كان عمرك كام سنه؟ اول مره حطوه في تيزك كان عمرك كام سنه يا منيوك يا منكوح السحاري يا خول يا منكح يا دي يا منكوح البنغالي يا شرموط؟ اركب عليه. انت تعرف باباك مين؟ يلا تعرف باباك مين يا دي يا ابن المهتوكه؟ يا دي يا خول يا ابن المرم متلف ازاز. لما تقول المهم قصوم اللي زعلك يا استاذ بهجت. الله يكرمك يا فندم، اللي زعلني السيسي يبقى قصوم السيسي. قصومك انت ليه بس يا ابن المره المتناكه يا خاوه؟ ليه بس ليه يا كسومك يا ابن المره متلت بزاز يا شرموط؟ ليه يا ابن المتناكه يا خول؟ دي ايه بقى؟ طالع من فوق ولا من تحت يا عل؟ يلا يلا يلا، النت زباله.
أي في شيخ يا ابن المتناك. يلا يا قص امك يا ابن المتناك. يلعن قص امك على قص ام السيسي. ولا ولا امك عندها كام بيز يا امك عندها كام بيز الله يعزك يا دي يا ابن المتناك. امك عندها كام بيز يا ابن المتناك يا دي يا ابن المتناك. اعترف يلا قول للناس امك عندها كام بيز يا قص ام. ما تقول يا زي يا دي يا ابن المتناك زي انا امي عندها بالزين يا ابن المتناكه مش ثلاثه زي امك يا خاول. اللي بعده يلا يا ابن المتناكه. ولا وانت شايفني لابس منديل بقويا الا روح اقول لهم معلش ما انت واد خاول صحيح. شفت ناس وقالت معلش يا لهوي ما احنا شفنا ياما ناس بتتناك يا ابني بتاجر تذهب الساعه دلوقتي معانا مين يا باشا استاذ الو ولا يا ولا الو يا ولا يا نهار اسود يا جدعان الواد اتخض. الو معايا اهلا وسهلا. ايوه مين معايا؟ معاكم معابدو. الو الو معانا مين يا فندم اللي بعده؟ طب وانت بتناكم ليه؟ طب عشان بيتناكوا ولاد متناك شراميط قحاب ولاد وسخه نصابين حراميه. انت مولود ببذره زي قص امك زي ابوك اللي مكتوب بشهاده الميلاد بتاعك يا قص امك. ده غير طبعا اللي كان بيدقر لامك من الكلب الخرابه يا ابن المتناك. فخس عليك يا ابن الشرموطه يا خاول. يا لجنه بيتصل دولي ابن المتناك. طبعا اتصل دولي ورقمه هيكون معروف هيكون ضد السيسي. يلا يا قص امك يا ابن الوسخ يا ابن المرم وتلات بزيز. امك بتلات بزاز بيحط في تيزها. يلا يا ابن الوسخه بقى داش ان عنده اربع اخرام يا ماجد. اسمع يا خالي عرس يا ابن المتناكة. يلا يا ابن المتناكة مالتو يعني ابن متناكة سعودي يقول لي لا انا من الكويت. الكويت ما فهمش متناكين يا ابن الشرموط يا منكوح يا ابن المنكوحه.